النمرة ديالي ما نكتبش عليكم، يعني وصلت لواحد الدرجة اللي كخصني نوقف فيها النمرة ديال بي 10، تخيلوا. وعلاش؟ اقسم بالله الا وصلت لواحد الحالة نفسية ما عنديش ما نقول لكم، بلا مشاكل اللي كبيره كبيره كبيره، يعني كتجبر الواحد. وعاد نزيد نقول لكم واحد الحاجه، شي ده ما جاوبتيشي كيزبلوا فيك وما كيخليو لك شي بالتزبيل ويهتكو فيك. واش انا كنزل النمره ديالي كنقول اي وحده عندها شي مشكله تجي تشكي لي وانا نحلولها؟ السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ جبرتوني اليوم جيت عند ملكه الطرازه باش نشمو بعض القياسات، ها هما رشيمات. وفي نفس الوقت بغيت نعمل معكم هذا الفيديو هذا، خصوصا ملي جيت لعندها وجبرتها حتى هي مرخيه وما عندها كانه ديال الخدمه، واخا هي مده وهي جلسه يعني ما خدمتش هاد الايامات، شبرت راحه. اذا بقينا كنتناقشوا انا وياها وجبرت باللي بصح قلت لها راه بزاف ديال الناس كيدخلوا كيقولوا لي نفس المشكل، باللي ما كتكونش عندهم داك الكانه ديال الخدمه دابا حاليا وما فيهمش الحماس. اذا قلت نفتح معكم هذا الفيديو هذا باش نعطيكم شي تود الحماس، وفي نفس الوقت باش نقول لكم باللي المشكل ماشي منكم، المشكله كاين في الناس كاملين. في الصيف اغلبيه ديال الناس ما كتكونش عندهم الرغبه في الخدمه، ما كتكونش عندهم الرغبه مره انهم يخدموا او لانهم يعملوا شي حاجه، ما كرهوش يبقاو جالسين وما يعملوا حتى شي حاجه. علاش؟ حيت هذا الشيء هذا ما عرفتش منين كيجي، واقيلا من الحراره اولا الواحد كيتعب كيكون ضرب واحد المده. انا بيدي نفس الشكل واقع، اذا لاحظتوا راه ما كنصورش معكم فيديوهات بزاف حيت وقع لي نفس الشكل وما كتكونش عندي الكانه بالمره، ولكن ما كنبغيش نشارك معكم هادشي هذا باش ما يجيكمش الاحباط حتى نتوما وتقولوا هذه كانت كتحمسنا دابا لا اولا طبيعه الحال. لان الانسان كيخدم شهر راه العام فيه 12 شهر. ايوا اه وانا غير خدمتي غير 10 شهور سبعه راه كتستعجل. برافو، داكشي اللي كاين دابا انا بيدي بصح حاسبه انا خدمت 10 شهور من سبعه 10 شهور وخدمه مزيانه وشهرين خصها فيها راحه بصح. اه صافي هاد الشهرين هذا شهر 8 وهاد شهر 9 حسيت، قلت لكم هاد الشهر هذا حسيت بلي خصني نرتاح، وهاد الشهرين هادي بالضبط خصني نرتاح ونرتاح ونرتاح، ما عرفتش علاش، لكن قلت نبقى نصور معكم هاد الفيديوهات وفي نفس الوقت نعمل لكم بعض الفيديوهات اللي هما مزيونين مزيونين. ان شاء الله اليوم جبرتوني نبدا لكم باول فيديو اللي هو نوري لكم الطريقه كيفاش تقدر تبدا غير من الدار ديالك وكيفاش تفتح مشروع. لكن انا ما يعجبنيش انني غير نبقى نعاود لكم وصافي، لذلك اتصلت بالاخت ديالي اللي هي باديه غير من الدار ديالها ومن والو قدرت انها توصل اكثر من 100 جلابه، لذلك غنعمل لكم ان شاء الله واحد الفيديو في العشيه باش نحمسكم. لكن حتى شي وحده ما تحاول انها تبدا في هذه الفتره، حيت هذه الفتره انا قلت لكم كلشي مرخي، وخصوصا هاد المرض هذا اللي كاين يعني خلى الناس انها تعيا وما تقدرش تعمل بزاف ديال الحاجات. اذا خذوا شويه الراحه وان شاء الله، وان شاء الله في الاخر ديال شهر 9 غنبداو بطاقه جديده وغنخدموا وغنكونوا توحشنا الخدمه. دائما الخدمه من تحس باللي انك مليتيها عطيها شويه ديال التيسع، ما تخدمش فيها، ارتاح، خذ الراحه لراسك باش بهذه الطريقه كتجدد، اعطي الوقت لدارك لولادك لبزاف ديال الحاجات باش بهذه الطريقه هذه كتكون مزيانه اكثر. واللي بغيت نقول لكم واحد الحاجه اللي خصني نهضر معكم بصراحه فيها، بزاف ديال الناس كيدخلوا عندي الواتساب كيبقاو يعاودوا لي بعض الحاجات اولا كيخصهم نبقى نهضر معاهم ونجمع معاهم ساعات، وانا راه صعيب عليا داكشي هذاك والله العظيم، وكنحشم نقولها لهم. قلت نقولها في هذا الفيديو هذا مبرد قلبي بعدا شويش، عرفتوا اش نقول لكم؟ كيدخلوا عندي بزاف واحد الكميه هائله ديال 2000 3000، تخيلوا حتى البيع مي كنبغي نبيع ما كيبقى ليش الوقت بصفه نهائيا للناس، والخاطر ما كيبقى ليش. ومين تبر لك وحده ساعه ما انا تقول لك انا بغيت نخدم اللبسه ونكملها في 6 شهور ونكون مع شني وبا ما بغاش يفتح لي محل، وانت هنا كتحس بيها بلي هي راه خصها المساعده بان هي اللي غلطه، وما خصكش تقول لها راه انت اللي غلطه. اذا قلتي لها غلطه راه ما يعجبهاش الحال، خصك تقول لها لا ربك هو اللي غلط وتمشي لها على حسب عقلها.
وكتبقى تهضر معايا ساعات بزاف، راه كنعيا كنحس براسي مضغوطه. اولا مثلا شي وحده كتجبرها دفعت لك قفطان كتبدا تهضر معاك كل نهار ساعه جوج ساعات، وتعيط لك في الصباح وتعيط لك في العشيه، وما كرهاتش انها تهضر معاك نهار كامل وكل نهار، وكتجيب لك اي حجه باش تهضر معاك. راه بزاف، راه كنحس براسي انني مضغوطه فوق القياس. واش انا يعني صراحه قلت لكم دابا انا حقا كنعطي وقت للناس ونهضر معاهم ونجمع معاهم، لكن فوق القياس لا. هديكم الله، يعني داك الناس اللي كيدخلوا عندي، شوف انا باغيه نعمل، انا عملت يوتيوب كنقدم فيه النصائح وكنقدم فيه المشاريع. اي وحده بغات اي حاجه تكتبها لي في كومونتير وانا نعمل لها فيديو اذا حسيت باللي داك الانسان محتاج اكثر، اولا نقدر نجاوبها غير في التعليق وصافي. لكن باش تعيط لي وتدوز معايا جوج ساعات الهضره، واخرى تدوز معايا ساعه، واخرى تدوز معايا نص ساعه، وانا اذا ما يبقى هي ملكه ولا كيبقى لي الوقت؟ ما كيبقاليش الوقت مره، ما عاد يبقى لكش الوقت. داكشي ودابا انا تعيط لي بلي دفع لي قفطان وتقول لي شو تعاود لي على يماها وعلى اختها وعلى خالتها وعلى باباها وعلى عائلته وعلى خوته، شو الوقت يلقى لي انا؟ لا قلتي التليفون بديتي كتهضر ما يكفيكش، لا تطلع للحانوت لا تقابل دارك لا تقابل ولدك مره، لا ما يبقى لكش الوقت مره. انا اللي كيعجبني ما كذبش عليكم، كيعجبني الواحد يصيفط لي اوديو نقراه نسمعه نجاوب باوديو تا انا. لكن اذا كان عندك شي مشكل مثلا شي قصه خصها تعاود كتبها لي في التعليق، كتبها لي يعني كتبها لي في التعليق ولا كتبها لي في ميساج. لكن انا النمره ديال البيع والشراء راه والله العظيم الا كيدخلوا عندي الناس كيقولوا لي خصنا نشريو من عندك وما كتجاوبناش، علاش؟ حيتاش انا عندي 3000 ميساج، كيفاش غنعمل نجاوب على 3000؟ تخيلوا 5 ولا 10 ولا 20 ولا 100 خصهم يشريو، و 1800 كخصو يسقسيوك. ها اللي تقول لك اجي الرشمه فلان فلانيه صيفطالي، وداك الرشمه كتكون خدمتيها العام اللي فات، واذا قلتي لها لا ما كيعجبهاش الحال خصك تجاوبها تعمل لها الصواب وخصك تصيفطالها. شي وحده تقول لك شو انا عندي واحد الجلابه، هاد الجلابه هادي حقها قديمه عندي وخصني نعاودها، عطيني الفكره د الرشمه ود الالوان ود الجوهر وشحال الثمن وفين كيتباع. انا اذا جيت نعطيها الوقت ليله وندوز معها واحد الساعه المكانه، وانا فين هو الوقت ديالي؟ فين هو الوقت دراسي؟ راه بزاف، راه شنقول لكم، راه كيكون عليا واحد الضغط هائل فوق القياس، لدرجه انني بعد النوبات اقسم بالله الا كنهضر معكم بحال اللي كنهضر مع نفسي، الا بعد النوبات ما كنجاوبش حتى الناس اللي كخصهم يشريو من عندي او لي خيطوا عندي او لي يعملوا عندي شي حاجه. علاش؟ حيتاش كيكون الضغط بزاف. هادشي هذا بلا واحد السيده دخلت لعندي واحد النوبه قالت لك اسيدي وانت تجاوبنا حنايا اللي عندنا شغل معك. الله الا واحد السيده دخلت لعندي قالت لي شوف انا عقوستي، انا كنجي نخيط، عقوستي كتجي تجلس حدايا وما كتخلينيش نخيط وداكشي، وانا شغنعمل لها؟ الا غيقولوا لي شغنقول لها وشغنعمل لها؟ كيفاش شغنقول لها؟ راه كتجي عندي راه كتعملها بالعاني، وتخيل الوحده دليل كتقول لي كتصيفط لي ميساجات كتقول لي واشوف دابا انا جيت نخيط وهي جات وجلست حدايا، وبنا راه هو ناعس بوحديتو هي جات تجلس حدايا وكتبقى تهضر معايا وكتلهيني في الهضره، ودابا شنو نقول له؟ شنو نعمل له؟ وانا ايه فهمتي؟ ما عندك ما تعملتي. وحده عاود كتقول لي بني مثلا دابا هادو غير بعض الحاجات، بني كيتحشش وحقا الراجل ديالي ما كيبغيش يعطيني الفلوس، وانا عامره بالكريديات وكنخلص عليه، وبني دابا ساعه داخل للحبس، وانا شنو غنعمل له؟ راه كان انا كنزل النمره باش نبيع الجلالب. ومن ناحيه ديال النصائح والافكار وداكشي كاين عندي الانستغرام وكاين عندي اليوتيوب، كنشوف التعليق مكتوب يا كنجاوبها في التعليق يا كنعمل فيديو، يا كعيت ما نعمل فيديوهات على الناس. لا اولا وصلت لواحد الدرجه اللي كنشوف الواحد كيبغي غير مصلحته فقط، ما كيبغي لك شي مصلحه ليك. لان انا عندي قناه كنعلم فيها وكنعطي فيها الافكار، واي وحده كتكون محتاجه كنعاونها نوقف معاها وكلشي، لكن باش نحل المشاكل ما يمكنش. ما انت باش ماشي اختصاصيه في حل المشاكل ولا عندك درايه؟ لا وكا خصك دابا انا غير في المحل نقول لكم واحد الحاجه، في المحل انا جالسه تخيلوا رمضان
والوقت ديال البيع وداكشي كتجي وحده كتقول لك عطيني الرشمه وريني الالوان اللي غنخدم في هذه وريني مع شني اجي اقول لك ابني وهذا اجي الراجل ديالي ما كيعاملنيش مزيان يعني شي حاجه لي خارجين وكخصني انا نبقى نهضر. حقا كنت كنبقى نهضر وهذا لكن حسيت براسي باللي الطاقه ديالي تسالات حسيت براسي باللي صافي وصلت لواحد الدرجه اللي عييت اللي كرهت شي حاجه اسمها التليفون شي درجه انني ما كنقدرش نجاوب ورا غير الناس اللي دايرين بيا منهم مليكه راه ما كنجاوبش في التليفون انا بزاف ولا مليكه كاينه بنتي هي حنا اللي كنتصلوا بيك صحاب الشغل ما كنجبروش شي كنقصوني ونسمسم حتى كنقبط نضطر انني نحط ديك البياسه نرميها ليه صافي ما كايناش اللي عاد علاش تجاوبنيش علاش دائما اوكي مكالمات بزاف 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 فوق القياس وانا قلت لكم اغلبيه المكالمات كيكون شي حاجه اللي شي حاجه اللي ما ناخذكم عاديه ولا انا خصني نخيط جلابه شي وحده تقول لك انا خصني نخيط جلابه وانا هاد الطول ديالي شنو شنو وقول لي دابا شنو موديل غنخيط وش من تا وغنشري وريني يلا خصك تهضر معاها وتشرح لها وداكشي وفي التليفون راه صعيب شي تعاليق كيجيوني ساهلين